تعلمنا الطريقة الأولى لحتى نظهر الإيميج. الطريقة الأولى هي إلا الطريقة الخارجية. الطريقة الخارجية تعني الإكسترنال، بالإنجليزي بنقولها طريقة الإكسترنال. طريقة خارجية يعني الصورة مو موجودة عندي بجهاز، استعنت فيه من الخارج ولصقت عندي، نسخت الرابط تبعها ولصقت عندي. هلا الطريقة الثانية اللي حتكون عنا هي طريقة اسمها إنترنال، يعني طريقة داخلية. إنترنال. طيب كيف بعمل، كيف بعمل هاي الطريقة؟ هنادي على الإيميج. تمام. هلا في من مساوئ إنه أنا استعين بصورة خارجية إنه هاي الصورة جاي من موقع من صاحبها. تمام. جاي من موقع ما، هذا الموقع هو الوحيد القادر يتحكم به الصورة. يعني أنا لو صاحبها غير مثلا اللينك تبعها أو غير الصورة، خلينا نقول مو اللينك، وبالتالي اوتوماتيكيا شو حيصير مع الأسف عندي؟ حتتغير الصورة هاي مثل ما هو عملنا تحديث. منشان هيك بالذات إذا استعنا بصور مثلا بمواقع يعني غير موثوقة كتير، يعني إنه تضل ثابتة الصورة، في مواقع نوثق فيهم مثل جوجل وغيرهم، نستعين بصور، نستعين بأيقونات من عندهم، نعرف إنه بتضل ثابتة ما بيغيرون. تمام. طيب الطريقة الداخلية لحتى أنا أريح راسي من هذا الكلام، الطريقة الداخلية هي إنه تكون الصورة عندي داخل الجهاز. يعني بضغط زر يمين على الصورة اللي بدي إياها، بقول له سيف إيميج أز، حفظ الصورة باسم. هون عندي أنا أختار مثلا وين موجود، كان نقول هون حط الصورة، أنا رح حط الصورة داخل مجلات المشروع، بقول له سيف. رح نلاحظ هون إنه نزلت عندي الصورة مع مجلد المشروع، لاحظوا صارت عندي هون. تمام. حلو كتير. طيب شو بدي نادي عليها؟ بكل بساطة بقلب السورس بقول له دوت نقطة وسلاش لحاله بيقترح علي الملفات اللي موجودة داخل المشروع عندي، يا اما دوت سلاش، يا اما اذا انا حافظ اسمه دغري بكتب اسمه، او دوت سلاش بكتب اسمه اول كلمتين لحاله، بضغط انتر بلاقيها طلعت عندي الصورة بهذا الشكل. هي الطريقة الداخلية.